أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، أجدد معكم التحية والترحيب ضمن هذه الانطلاقات المستمرة شوطي إليه الآخر، ضمن انطلاقات الخير والبركة في منافسات هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس. طيب الله ثرى واسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. ينطلق شوطنا، شوط الختام في هذه الفترة الصباحية ولهذه الشعارات المميزة، شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، من تنطلق في هذا اليوم الذي خصص لسن اللقاية. ومع انطلاقة شوطنا 19 الخاص باللقاية الابكار، ينطلق الشوط بأسماء المميزة. مقدمة الشوط البداية الأولى، نتابع انطلاقة جمرة اجن ام الزبار، ناصر بن حمد بن مسبر الشهواني الهاجري يقود المسير الهاجري على البداية متابعا لنا جمرة المركز الثاني. نتابع نو اجن المرقاب، خميس بن سعيد بن صالح الزرعي الحاضر مع نوع المركز الثاني. المركز الثالث شرح الحاضرة في هذه اللحظات، اجن ام الزبار محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارع الحاضر على المركز الثالث، يقدم لنا شرح حاضرة في هذه اللحظات. المركز الرابع ترف الحاضرة في هذه الاثناء، اجن ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري القادم على المركز الرابع، يقدم لنا انطلاقة وحضور ترف. خامسا ايها المتابعون الكرام اللي تسللت هنا تفاصيل، اجن ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الاولى. الباحث عن الناموس الغالي، الباحث عن الناموس المشرف، الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه الشعارات المميزة. نعود الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى نو يا نو يا نو، تنطلق على المركز الاول اجن المرقاب على البداية، خميس بن سعيد بن صالح الزرعي يقدم لنا انطلاقة نو. ولكن الحاضرة في هذه اللحظات تفاصيل تفاصيل حاضرة، تفاصيل وحاضرة ايضا شرح شرح وتفاصيل القادمة في هذه الاثناء لتشرح لنا تفاصيل هذا الشوط واجوائه المميزة. تنطلق تفاصيل على المركز الثاني، اجن ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة، ولكن الحاضرة العفرية الشيخ محمد بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان. من يتابع لنا العفرية علي بن سعيد الوهيب قادم حاضرا على المركز الثاني، يقدم لنا العفرية. المركز الرابع شرح تحضر في هذه اللحظات، اجن ام الزبار محمد بن بخيت بن حميدي بن برقان المقارع. خامسا ايها المتابعون الكرام، ترف تحضر في هذه اللحظات، اجن ام الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلام الهاجري. هكذا هي الخمس المراكز الاولى، وما خلف الخمس اسماء خطيرة خطيرة. العودة الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى نوع البداية الاولى، اجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي والحاضرة صولجان، اجن الشحانية الحاضر الذهبي سالم بن فران المري يحضر الذهبي على المركز الثاني. المركز الثالث العفرية يا سلام، مرحبا بضيوف القادمين من دولة الامارات العربية المتحدة، مرحبا بهذا المشارك الحاضر وهذا الشعار المميز، شعار العفرية الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد الوهيب الحاضر على المركز الثالث. المركز الرابع رهف، اول ندى لرهف، اجن ام الزبار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري القادم، ايضا حضورة شرح اجن ام الزبار محمد بن بخيت بن حميدي بن
فرقان المقارع، ولكنه ينو ينو والحاضر صولجان، أجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري. تجاوزنا أيها المتابعون عبر قناة الريان كيلو 200 متر نهائية تفصلنا عن الناموس الغالي، والذهبي قائد للمسيرة مع صولجان لهجن الشحانية الحاضر أيضا من الجانب الأيمن مع الكيلو الأخير. حضرت هجن أم الزبار بمتابعة من دلهم الهاجري الحاضر في هذه الأثناء من الجانب الأيمن، يقدم لنا حضور وانطلاق رهف. اجني ام الزبار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، وثالث النو اجني المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي، وحضرت وزاره اجني الشحانيه الذهبي سالم بن فران المري. ولكن صولجان يا صولجان اداء مميز، الذهبي سالم بن فران المري يقود لنا صولجان، يأتي بالأداء المميز، يأتي بالخبرة بالخبرة خبرة خبرة خبرة. الله الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. راحت صولجان، طارت صولجان 400 متر أخيرة، صولجان أدائها المميز. هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري يقدم لنا صولجان الحاضر أيضا رهف، ولكن خلاص غادر صولجان، راح الذهبي، راح الى المركز الاول الى مكانه المعتاد الذهبي سالم بن فران المري بطل واداء مميز. تهانينا لهجن الشحانية على فوز صولجان ولمضمرها البطل الذهبي سالم بن فران المري. المركز الثاني رهف هجن ام الزبار سالم بن سعيد بن دلم الهاجري. المركز الثالث ايها المتابعون الكرام شعار حلم لهجن ام الزبار حمد بن محمد الجرحى. بالمركز الرابع شرح لهجن ام الزبار محمد بن بخيت بن برقان المقارع. خامسا ايها المتابعون شعار غزلان هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز صولجان وانتزاعها لهذا الشوط ومع مضمرها الذهبي سالم بن فران المري. تهانينا والناموس. نعود نحن وياكم بالتهنئة والتوقيت الزمني. هذا ملخص صوت صولجان واداء المميز. ثانينا الذهبي سالم بن فران المري ولهجن الشحانية على هذا الفوز. قاطعة المسافة بتوقيت زمني قدره 7:56.93 ثانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز صولجان. المركز الثاني رهف شعار هجن ام الزبار ومع المضمر سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. توقيت الزمني 7:58.15. المركز الثالث حلم لهجن ام الزبار حمد بن محمد الجرحب. توقيت الزمني لحلم في هذه الاثناء ايها المتابعون الكرام مستمعون الافاضل عبر قناة الريان، هذا توقيت الزمني لحلم 8:04.52. تانينا والناموس لجميع الفائزين. هذا كما تشاهدون الخمس المراكز الاولى بتوقيت المميزة، ومع مخرجنا العزيز الذي يعرض لنا هذه التوقيت المميزة للخمس المراكز الأولى. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نستعرض نحن وياكم النشرة الختامية للتوقيت الأفضل وأصحاب الأشواط الرئيسية. من حافة هجن الشحانية بطلة الشوط الأول الرئيسي جابر بن سالم بن فران والتوقيت الأفضل 7:31.53. فراع بطل هجن أم الزبار هو المنتزع الشوط الاول الرئيسي الخاص باللقاي القعدان حمد بن محمد الجرحب. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. ونستعرض نحن وياكم باقي الاسماء الفائزه في الاشواط المتبقيه. تقبلوا تحياتي والسلام الله عليكم رحمه منه تعالى وبركاته.